اولمبيك ليون سان تيتيان، شفنا كيفاش كانت المباراه ليغ ان تاع ليغ ان فرنسيه، شفنا كيفاش كانت المباراه وين كانت. نقولوا بلي نروحوا الاحصائيات مباشره، شفنا الهدف صح ديمبيلي الذي سجله في الدقيقه 27، شفنا كيفاش كانت الاحصائيات 72% نسبه استحواذ ليون، سان تيتيان 28%، 200 تمريره بالنسبه لسان تيتيان، 525 تمريره بالنسبه لاولمبيك ليون. يعني اولمبيك ليون اللي كان مسيطر على الطول والعرض في المباراه وما عطى ولا فرصه لسان تيتيان فوق الميدان، رغم ان الهدف الوحيد الذي تسجل، لكن شفنا كلود بويول المدرب تاع سان تيتيان اللي دخل بخطه 4-5-1. يعني سان تيتيان اصبح يلعب بالدفاع امام فرق امثال ليون، امثال شفنا كيفاش ليون يدخل يلعب بخطه 4-3-3. يعني كانت المباراه من جانب شفنا كيفاش رودي غارسيا المدرب تاع ليون كيفاش دخل بهذه الخطه، شفنا لوبيز الحراسه، شفنا مارسيل، شفنا ديمبيري، شفنا كيفاش مارسيلو، شفنا ليون، شفنا لوكا، شفنا بارلو، حسام عوار، موسى، ديمبيلي، شفنا كيفاش تراوري، مارتين من جانب ليون، شفنا كيفاش كانت جيسي المدرب الحارس تاع سان تيتيان، شفنا ويليام الحارس اللي انقذ الكثير من الاهداف، ويسلي، شفنا كيفاش كاي، شنا مابليد، شنا تراوكلو، شنا فارناك، يعني شنا كيفاش دينيس من جانب في الهجوم تاع سان تيتيان. لكن نقولوا بلي ليون وين عرف كيفاش يحافظ على الهدف الوحيد اللي سجله في الشوط الاول. شفنا الشوط الثاني، شاهدنا كيفاش كانت المباراه، وشاهدنا كيفاش المباراه كيفاش انتهت. يعني نقولوا بلي اولمبيك ليون اللي عرف كيفاش في الشوط الاول، شفنا كيفاش لعب، شفنا الشوط الثاني وين كان محاصر، نقولوا محاصر سان تيتيان في منطقة تاعه، شفنا كيفاش انتهت المباراة. وين شاهدنا ليون، هذه هي سان تيتيان وين ليون يفوز في المباراة، شفنا كيفاش انتهت المباراة، انتهت بفوز أولمبيك ليون على سان تيتيان في الدور الفرنسي الدرجة الأولى في هذه الجولة. سعيد.